هلا نحن شو عم نساوي هون؟ اجينا لحتى نحكم على عمر؟ واللي قدم الشكوى هي امه الحقيقية. انتوا عيلة واحدة، حلوا مشاكلكم الخاصة بالبيت، ما بصير تحلوها هون. عن جد شو هذا يا؟ والله شي بيضحك. عكيف، ممكن تكون جدي؟ هذا الموضوع ما فيه مزح نهائيا. مرحبا، صباح الخير. مرحبا. والله ما قدرنا نشوف الخير يا حضرة المدير. الحقيقة هاندا خانم كانت رح تنضم للاجتماع كممثلة لوحدة المدرسة، بس أحسن. تأخرت عليكم، لا تواخذوني. لا شو عم بتقولي، استغفر الله، ما في مشكلة أبدا، نحنا ما بلشنا لسه، وكمان ما تشكل الفريق اللي رح يحكم على عمر بالإعدام، لهيك اجيتي بالوقت المناسب. ايه عمر، انت اكيد بتعرف شو الموضوع. سوزان خانم قالت انك ضربت بنتها وكان ممكن انك تقتلها، وطلبت اجتماع اللجنة الإدارية لطردك من هاي المدرسة. شو رح تقول بخصوص هالموضوع؟ هاريكا اللي ضربت حالها، هي عم تكذب استاذ، بس هيك. تفضلوا، سمعتوا؟ كلياتنا سمعنا شو عم بيقول. عمر لو سمحت قولي الحقيقة، أنا لما فتت على الغرفة شفت بإيديك الشيء اللي ضربت هاريكا فيه. لا، أنت شفتي اللي بنتك بدها ياكي إنه تشوفيه. أنا سكتت على إهانة هاريكا لإلي وضغط علي وما حكيت شيء أبداً ولا رديت، وشافت إنها ما رح تقدر تخليني استسلم، قام عملت هذا الشيء، وبعدين وصلت الحادثة لهون. عمر لو سمحت قول الحقيقة، بعرف إنه أنت تخانقت مع رفقاتك، حتى سمعت إنه في ولد بالمدرسة جرحته وراح على المشفى كمان، لا تنكر أبداً. إذا كان عمر عنده مشكلة منقدر نساعده ونبعته لعند دكتور نفسي، شو رأيكم بهذا الحل؟ لا شكراً، أنا مالي بحاجة لدكتور، بس بنت سوزان خانم بدها، هاري كمان طبيعية. تعرف شو، أنا كنت بدي أقول نفس الشيء. ليكي سوزان، لا تتضايقي وتنزعجي من الكلام اللي بدي أقوله، بنتك مو طبيعية، بتتصرف بوحشية. في مجال تحكي بأدب عاكف؟ ما حدا يجيب سيرة هاريكا، عم تفهمه؟ سوزان ليكي، وقت الحادثة أنت ما كنتي موجودة هنيك أساساً، وبعد الحادثة شفتي أداة الجريمة بإيد الولد، يعني لأنه بنتك بدها هالشي صار بدك نطرد الولد من المدرسة؟ إيه؟ منطرده؟ ما بدي أعيش بخوف إنه يتقابل عمر وبنتي كل يوم، بلكي هالمرة عمل شي لبنتي أو حاول يقتلها، شو بدي ساوي وقتها؟ صدقني ما رح سامح نفسي. سوزان ليكي، على الأغلب أنا ما قدرت أشرح لك الموضوع، في حقيقة هون لازم الكل يعرفها كتير منيح. الولد عم بيقول أنا ما عملت هالشي، فنحن شو بدنا نساوي؟ ما عم يقول الحقيقة، أنا بعرف بنتي كتير منيح وبوثق فيها. في شي تاني حابب إنك تقوله يا عمر؟ لا أستاذ، أنا موافق على كل شي بتقرره، حتى لو طردتوني من المدرسة رح أدرس بأي طريقة ورح أنجح، ورح أوفي بالوعد اللي عطيته لأمي وأبي. هذا هو الحكي، برافو عليك يا بطل. يلا يا محترمين، أنا بدي صف بطرف عمر، يلا لنشوف، يعني موضوع برات المدرسة، فما بنعرف إذا كان صار عن جد أو لا، ما بيصير نضيع وقتنا كرماله، هذا اللي أنا بدي أقوله. حدا منكم حابب يقول شيء؟ برأيي شو ما صار بالموضوع، نحن عم نحكي عن ولد بميل للعنف، كيف رح نتأكد إنه هالشي ما رح يصير مرة تانية؟ ها؟ سمعتوا؟ هذا اللي أنا عم حاول إني أقوله، يعني ولد مثل هاد بيستخدم العنف ما لازم يكون بهالمدرسة، لازم نطرده فورا. طيب إذا حابين نوصل لنتيجة، برأيي خلونا نصوت. منصوت حضرة المدير، منصوت وليش لا؟ لحتى ترتاح الأميرة هاريكا بنتها لسوزان خانوم، عمر المسكين اللي معدل علاماته 99 وحتى 100 كمان، عمر اللي بيكون فخر لمدرستنا، بدنا نصوت مشان نطرده من المدرسة، فخلونا كلياتنا نحط إيدنا على ضميرنا ونصوت. يلا كل واحد يحكي ضميره، يلا خلونا نصوت لنشوف. وكن دندن
Ben iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.